طالعين دابا عند واحد مول البياس تقدم عندو الزيت على حسب ما قلبت في الفيش تكنيك ديالها لقيت بها كتهز 3 سيترو الزيت دوز ندير لها 3 سيترو الزيت الطوبيس يدخل الدروبة ها الطوبيس يدخل الدروبة شكل تقول ليش سد سد هو هذاك انا تنجي عند مول الحوايج تلفت انا كاع السلام عليكم يا بسم الله خديت واحد 3 سيترو الزيت بصاب تكون فيها غير 3 سيترو ما تفوتش 3 سيترو داكشي على حسب ما قريت في الفيش تكنيك الموتور طايب طلع 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 راه الموتور طايب طلع شبرتيه الكوسن راه تيحرق تسناو لانجيكسيون تخدم ندوز عند المالين لي بياس ناخد شي رون ديال هاد الفيدونج جوان ديال البوشون دو فيدونج ماشي ديال البوشون دو فيدونج تحل هي هاديك المهم خاصني واحد اتكون عنده لحقاش تيديرو البياس ديال الطوموبيلات من مور ما تقدينا زويتها ودبرت على البيدو فينا نعمر الزيت يعني فينا نخوي الزيت نمشي دابا للقهيوة نحط الموتور دابا راه 84 في السخونية غنحطو يعني غادي يزيد يسخن شوية يعني عاد تطلع الحرارة نمشي للقهيوة نجلس نحطو في ضليلة ونتقهوى عليه نشرب قهيوة نيت هو تا يبرد قدامي حتى يوصل داك 60 بحال هكا عاد داك الساعة ندير لو فيدونج ديالو باش منكلش نحلو هو سخون طايب مشكلة يقدر تفوراو لي البياس واحد الليلة نيت تتسناه هاديك الليلة ديالو هاديك كتسناه اوبا نشوفكم فاش يبرد الموتور A few moments later. يا بسم الله واش لي بيلوت من بعد ما برد شويه الموتور شوفوا شحال وصلت دابا السخونيه ديالو نورمالمون خاصو يكون وصل لواحد 70 بحال هكا باش يكون برد فوالا 67 67 مزيانه كاع مخيره الماكينه مازال طايبه دابا الزيت كامل راه واخا سخونه راه هابطه لتحت مجموعه كامله لتحت هذا هو البوشون ديال الفيدونج نتاع الاف زد 1000 هذا هو الفلتر انا خلاص ما نبدلاش فلتر حيت الفلتر عاد بدلته مؤخرا غادي نشدو غير غادي نخوي داك الزيت اللي فيه ونعاود نردو لها البوشون ديال الفيدونج فيها 17 الور اللي غادي نحتاجو 17 بيب و 17 بلاط كرينو و 3 سيترو ديال الزيت وبوشون ديال وحد الرونديل ديال الفيدونج يعني جوان ديال الفيدونج علاش غادي نحتاج هذا هو هذا على حساب الفلتر هذا هو باش نحل الفلتر وهذا خلاص باش نحل البوشون ديال الفيدونج دابا غادي نباشر في الحله نتاع البوشون ديال الفيدونج الوغ غادي نخدم التليفون شويه بلا بلاش نخدم الكاميرا ديال الكاسك نضبط الكاميرا دابا شويه لتحت هي الا شتنا هاد لا فيزيون هادي لتحت دابا لي بيلوت غادي نحلو البوشون يا بسم الله فوالا هو تحل ضروري ما يكون عندك بيدو قرب عندي هنايا هذاك مخليك ناري عمر البيدو كامل اقزابا والله الا غادي يعمر
ايفون صافي خليه بلاك شي زيتي كتلاح وغادي تكفر ما بغيناش تكفر صافي خليه خليه صافي راه كافيه ثلاثه يطرو هذيك راه كاينه ما بغيناش الزيت تكفح ما تكفحش ما تكفحش ما غاديش تكفح هذا الشيء جا لاصق قطعت شي لعبه ثلاثه يطرو تما درناها بين يدين الله وصافي واش ثلاثه يطرو ولا اربعه يطرو دابا وصلت الوقيته ديال الفلتر نحل الفلتر الله دابا الوقيت باش تصفى الزيت كامله خوينا الزيت اللي في الفلتر حسبني راه كاميرا كتصور وانا كتصطافيها تحل هذه هي ضروري شويه ديال الكلينكس باش تنقي نش نقي هاد الجوايع كاملين من الزيت القديمه كتقطر شويه هذيك ولا سالات شوف دابا انا نجر شويه صافي حبسها في مره دير قطره ايوا صافي نركبوا دابا البولونج مع البوشون ديالو الله نحيدو هاد البيدو اوب 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 ثانك يو سو ماتش فوالا برافو عليك الله قدم لكم ولد خالي هذا هو مول النيطرو ولا شي فركل شي حنقص بزاف اكثر من القياس دايما خاطر سي باش ما تفوريش الراس صافي غير تحس بيه قصح شويه بارك صافي بارك عليك هي لحقاش تبزط راه من قبل وانت كتبزط في الجوان صافي 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 ما تعطاش اكثر من قياسه حتى تسخن الله دابا ندوزو للكوتي الاخر شوية عليه هاز ثلاثة البيدويات ضربة واحدة مني الله دابا غادي نشوفو العبار واش غادي تهز ثلاثة يطرو كاملة ولا أكثر من ثلاثة يطرو هاد الزويتة اللي تيعجبني فيها الرويحة ديالها وشكي هاك تلحس أخي قزابر لحس لحس البوشون أخي شمو شمو الريحة دابا بدا تخوي وتقيس تخوي وتقيس تخوي وتقيس خلص الفلتر اللي ما وريتكمش مع كانت كاميرا طافيه كتخويوه وضربوا له مسيحه من برا وتعاودوا ديروا له زويته جديده تخويوها في وسطو وانتم مزيانين خلاص انا ما خويش في وسطو لا زيت لا شي حاجه حيت عاد نعمر الكاس وندير له مرشي يطلع الزيت للفلتر حيت ديجا كتكون باقا واحده الزيت تما لداخل ما بغيتش نعاد نعمر لها باش نبغي نركبها غادي تخوي لي كامله في الارض غادي تضيع شوف الكاميرا واش خدامه بعدا ولا غاز غير تنفرطت تنهضر في الخاوي بحال قبيله لا خدامه قطر قطر ما خاصش تضيع راه 7100 هذيك قطر غلات صافي حتى بلاتي خليها بلاتي وغادي تقطر هي راسها ارا البوشونه نسدوها هكا باش تقطر لتحت والو حتى حاجه ما تضيع معنا حنا مكنسه والو ما يضيع جينا هاد البلاصه هادي شويه مهويه ومبرده نقضيو الغرض ديالنا في خاطر خاطرنا ما يديرونجينا حد ما نديرونجي حد
شريعه صاحبي فين غادي انت؟ انا مازال نستافدو منك اجلس. الزويته القديمه الزويته الجديده ياك اخي قزابر. هاني الا انا بقزابر اوت مثلا عشق المطر دار لنا التصاور ديالنا في البيرو الزيت عند لا انا نوريك. والله ما فاهم ولا متي هضر يا بايلوت رايدر. ها انا اللوجيك ديال الله يحسن العباد عنده. وي شوف انت ضيعت لنا قطرات الزيت يا صاحبي. ها داك المقشاش تيقول كان تضيع. انا نشوف قزابر غير العبار. انا ناري بلي هادشي ما كافيش. سير مازال تخوي داك ليترو خوي وقيسات قربت سالي وقولها لي باش نعاود ناخذ العبار حيت كتهز غير شي جوج وتسعمية على حسب ما شفت. برافو عليك قزيبر. جرب جرب تفراني مازالت زيده خوي. خوي انا شدك الموتور بحال هكا يا خوي. يا خوي بارك عليك قزيبر. حيت الموتور خاصو يكون مايكيليبري ما يطيح لا هكا لا هكا. صافي العبار راه هو هذاك. شحال باقي في هذيك؟ مازال فيها شي. شوف انت ممكن ما كتشوفو معنا هي في 8 راه في 250 مليليتر تقريبا راه في 200 كتبان هي 8 اش تنا 8. حنا ما تنعبروش بالكالون سميتو الامريكي. حنا تنعبرو بالمليليتر. تري موتي راه غادي تلقى الخطاطه فيه 8. دابا العبار خاصها تكون ايكيليبريه. ها هي 300 جايه تقريبا هي قريبه ل 250 250 مليليتر فين جات هي هذيك. مازال وقيلا غادي نزيد نعمر منها شويه وندور غير الزيت في الموتور. فين ديك دير البوشون ديالها ندور غير الزويته في الموتور نشوف. شوف دابا العبار الزويته حمامره. نديرو كونتاك تاجي فين غادي راه مازال محتاجك. سمع النغيمه نضرب العيب شويه هكا باش طلع الزيت بخاطر. شي الزيت في ساعه كتكحل. عزيز دوت عمر من بعد ما درنا له امارش نعاودو نتاكدو من العبار ديال الزيت. دابا الماكسيموم هو هذا والمينيموم هو هذا. دابا فاش غادي تيكيليبر الموتور صبر خصني يجي مايكيليبري راه في الماكسيموم. برافو علينا الميسيون فاليد. نمسحو دابا هاد الزويته اللي هنايا. اخيرا سالينا هاد الفيدونج كان ديالي القلق في راسي. طبقت لي هاد المرايا هادي تابعاني عاوتاني. شحال بقات شنو الزويته؟ ها
شهر نخرجوا نخرجوا كي حداقها قبل جمعوا ماتيريالنا تدورو تدورو دير لها مارش بقيت بالكاسك ديالي شانطو طحان خوتي نشوفكم في الطريق واش لي بيلوت اخيرا درنا داك الفيدونج حيدنا علينا هاد المطرقه هادي واخا ما بدلتش الفلتر ولكن يلا بدلت شوف الفيدونج اللي قبل الور ما كاين لاش عاوتاني عاد نعاود نضيع فيدون فلتر كامل على الاخر مازال مزيان المسخوط اللي خاصني نبدلو هو البنو ما تيشدش كاع في الارض موفيز افير بزاف محمقني مرضني لاصقني يوسف قالك نديرو دراغ ريس ولكن ميمكنليش ندير انا دراغ ريس والبنو عندي ميت من بعد من بعد من بعد خا يوسف دابا تبدلات النغيمه نتاع الموتور عاوتاني اخباركم دابا دابا هكا بالميكرو انا ماشي تسمع لكمش الصوت كامل نتاع نتاع الموتور ولكن لو كان تكون واقفين حدا راه الصوت ديالو مجهد بزاف وهكاكو مازال فيه كاتاليزر شاوتي نحيد له الكاتاليزر باغي نحيد الكاتاليزر هادشي اللي حيد الكاتاليزر دريتي تشكاو مني تيقول لي ما تحيدوش هادشي كامل وفيه ومازال فيها كاتاليزر تحيد كاتاليزر راه غادي تولي الشوها في داك الموتور راه من بعيد يسمعك ولكن عاوتاني انا باغي باغي الجهد باغي الصوت مجهد شوف في المرايا شكون دايز اجلس تمرح مع راسك دابا ماشي باغي طير انا نتمشى بشويه انا ما عندي ما يدار يلا طير يلا سير تقول داك المرايا دايرين لهم غير زواق في الطوموبيل وصافي ما تيشوفوش فيهم كاع انا غير هادي كتعواج وحمقاتني في راسي باغي الرجله في اقرب وقت ممكن